عن النيرفس سيستم. راح نحكي عن النيرفس سيستم تمام، وراح نبلش بهيدا السيستم يلي هو عندكم اياه انتو تشابتر 4. الكل سامعني بوضوح؟ يلا بسم الله. اوكي النيرفس سيستم، ويا ريت الكل يكون فاتح كمان الفايل لنقدر نتابع مع بعض. اوكي حنبلش بانترودكشن. Our body is made up of many systems that are made of organs. فإذا البادي عندنا مؤلف من عدة سيستمز، عندنا respiratory, digestive، كثير سيستمز عندنا. عفوا، وهول السيستم كل واحد من هول السيستم مؤلف من مجموعة organs. و they have a specific function، فإذا عندهم دور محدد. طب هنا كيف بيعملوه بهيدا البادي؟ مثلا digestive system وظيفته انه يعمل digest للفود ليقدر يعطيه للبلود، والبلود يوزع للسيلز. respiratory system بيأملنا الاكسجين، بياخد من عندنا الكربون دايوكسيد. excretory system اللي هن الكيدنيز بيعملوا filtration للبلود and so on. طيب what if the system allows us to interact and communicate with our environment؟ اوكي شو هو السيستم يلي بيخلينا نتعامل مع الانفايرمنت يلي هو حولنا؟ طيب هو النيرفس سيستم، it is an organized system، هو عبارة عن جهاز منظم that enables an individual to interact and communicate with its environment. فاذا هو يلي بنظم عملية تعاطي الانسان مع الانفايرمنت يلي هو حوله، تمام، مع الانفايرمنت يلي هو حوله. اوكي it controls the individual behavior، تمام، هو بيعمل لك كنترول على التصرفات اللي عندك، على كل الاكشنز اللي عم تعملهم، مثل الايتينج، مثل الرايتينج، الووكينج، سبيكينج، الرننج، كل هول بيتحكم فيهم النيرفس سيستم، وحتى الرياكشن اوف ذا انديفيدجوال تو اتس انفايرمنت. يعني هو كمان بيتحكم بعمليه انه انت رده فعلك بالنسبه للانفايرمنت الموجود حولك. فاذا انت مثلا كنت بمكان شوب كثير اللي هي التمبرتشر فيري هاي، بتحس انه جسمك بلش يعمل سويتنج. هالردة الفعل سببها هو النيرفس سيستم. إذا أنت بمكان بارد كتير ببلش تعمل شيفرينج، يلي هي ببلش تحس حالك إنه جسمك كلياته عم يرتعش، هيدا بسبب النيرفس سيستم. طيب فإذا هيدي أهمية النيرفس سيستم، إنه هو عبارة عن organized system enables individual to interact and communicate with its environment. اوكي طيب اذا كملنا بالفايل لتحت شوي، شو هو النيرفس سيستم؟ النيرفس سيستم is a set of specialized organs, tissues and cells. This system is different between vertebrate and invertebrate. ها نقطة كتير مهمة. أول نقطة بدي أقول فيها إنه النيرفس سيستم هو عبارة عن مجموعة من specialized organs، يعني أعضاء محددة، وهالأعضاء خاصة بس بالنيرفس سيستم، يعني ما لها علاقة بأي سيستم تاني. وكل organ منهم هو عبارة عن مجموعة tissues يلي هي يعني غشاء، وكل تيشو هو عبارة عن مجموعة من السيلز، خلايا محددة specialized cells، ما منلاقيها إلا بهيدا السيستم بالذات. يعني بشكل مع الوقت إنه أنتو بس تشوفوا هيدي السيل رح تعرفوا مباشرة إنه هيدي السيل هي بتنتمي إلى nervous system، تنتمي إلى nervous سيستم. طيب اوكي هيدا السيستم بنلاحظ انه في اختلافات ما بين النيرفس سيستم عند الفيرتبريت، في حيوانات بنسميهم فيرتبريت وفي حيوانات بنسميهم انفيرتبريت. طيب يلا مين بيقدر يعطيني شو الفرق ما بين الفيرتبريت وما بين الانفيرتبريت؟ يلا هاتوا لنشوف مين بيقدر يميز لي ما بين الفيرتبريت وما بين ال invertebrate. يلا اعطوني جواب. It says تفضلي يا راما.
It says the vertebrate, I guess, إنه هن عندهم عندهم النخاع الشوكي. بعرف نسيتها صراحة بالإنجلش. اوكي النخاع، قبل ما نقول النخاع الشوكي نحن بدنا نحكي عن البونز اللي عندهم، فاذا هن اللي عندهم بنسميه الباك بون او الفيرتبرال كولم. اوكي يلي بنقول له نحن بالعربي اللي هو العمود الفقري. تمام العمود الفقري يلي هو هالباك بون اللي هي العالم بتسميها العاديه سلسله الظهر. فاذا كل شيء اسمه فيرتبريت عنده هيدا الباك بون، اللي هن من ضمنهم الهيومنز، من ضمنهم الفيش، البيردز، الطيور، ريبتايلز، الزواحف مثل الكروكودايل ومثل السنيك، كمان هول كلياتهم عبارة عن vertebrates. بينما الانفيرتبريتس هن مثل مين؟ مثل الانسكتس، مثل السبايدرز، مثل مثلا الاكتوبوس، هاي الحيوانات كلياتها، الكرابز، هيدي كلياتها بنسميها الشريمب يلي هو الريدس، هيدا كلياته عباره عن انفيرتبريت، يعني بشكل اذا فتحتوا جسمهم ما بتلاقوا موجود الباك بون او موجود هالفيرتبرال كولم. اوكي يلا يا ساره هلا فتي معنا انت، ما هيك؟ طيب كنا عم نحكي يا ساره عن النيرفس سيستم. اوكي جيد، مريم غنوم كمان معنا هلا، ممتاز يلا. اوكي فاذا عم نحكي عن النيرفس سيستم، قلنا النيرفس سيستم هو عباره عن سبيشال اورجنز وتيشوز وسيلز موجودين تمام بالبودي تو ميك ا سبيسيفيك فانكشن، لنعمل شيء محدد. فاذا هيدا السيستم مسؤول عن اشياء محدده تمام، وهي هو مؤلف من سبيشالايزد اورجنز، اعضاء خاصه فيه، تيشوز وسيلز. وهالسيستم اخر فكره كنا عم نحكيها انه هيدا السيستم هو ديفرنت ما بين الفيرتبريت وما بين الانفيرتبريت، وقلنا انه الفيرتبريت هن كل مين عنده الباك بون العمود الفقري يلي هو مثلا بنسميه بالعربي العادي هو سلسله الظهر، مجموعه من البونز اللي بتكون بالميدل اوف ذا باك. اوكي هول اسمهم الفيرتبريتس، والانفيرتبريتس مثل الانسكتس والسبايدرز والشريمب والكراب. اوكي هدول نحن لاحظنا بديفرنسز بين النيرفس سيستم عندهم ما بين الفيرتبريت وما بين الانفيرتبريت، لاحظنا بديفرنس بيناتهم. هلا رح نبلش بالتفاصيل شوي شوي، رح نبلش نحكي عن الفيرتبريت لانه هو المور كومبلكس، وفيما بعد ننتقل الى الانفيرتبريت. بليز بتمنى الكل يكون فاتح هيدا الفايل ليقدر يتابع معنا. اوكي نيرفس سيستم اوف فيرتبريت. طيب قبل ما بلش احكي عن النيرفس سيستم اوف ذا فيرتبريت خليني اعطيكم هيدا الاكزامبل، وبليز الكل يركز معي على الاكزامبل لحتى اذا في شيء مش واضح عنده بالاكزامبل يحكي، لنقدر نحن بعدين نطبقه على البادي وعلى النيرفس سيستم يلي عنا. اوكي هلا اذا في عنا بيت تمام، بهيدا البيت انا ماني قادر اتواجد بالبيت بمعظم الاوقات، فانا بحاجه الى شيء يقدر يعمل لي كنترول بالبيت للاشياء اللي موجوده بالبيت، مثل الغساله، مثل الاي سي، مثل مثلا الكيرتنز اللي هن البرادي، اشياء كثير بالبيت ديفايسز، انا بدي شيء يعمل لي عليهم كنترول. فشو بعمل بهالحاله؟ بجيب كمبيوتر، بجيب بي سي، بحطه بالبيت وبسميه مثلا سنترال كمبيوتر، وهيدا بوصله انا على كل البيت. مريم مرقباوي، لحظه يا مريم بس خليني اكمل هالفكره وبعطيكي وقت تحكي، ما عندي مشكله، خليني بس كمل الفكره. فاذا انا بحكي عن بيت تمام ماني قادر اتحكم فيه بمعظم الوقت، ماني قادر اتواجد فيه، فانا بحاجه بدي شيء يعمل لي كنترول هون بشكل تلقائي اوتوماتيكي، يعني انا ماني قادر اتواجد. فشو بعمل؟ بجيب كمبيوتر، بحطه هيدا الكمبيوتر بقلب البيت بسميه سنترال كمبيوتر، وبوصله على كل شيء في عندي ديفايسز بالبيت. طيب بعدين انا بحاجه كمان لشيء اضافي هو عباره عن سنسرز، بتعرفوا شو يعني انتو سنسرز؟ ما هيك السنسرز هو اي شيء بيعمل ديتكت تمام مثلا للحركه، بيفتح لك بوابه او اي شيء تاني.
فأنا مثلا للبرادي بدي سنسرز لللايت، بشكل انه لما يطلع الضوء الصبح تمام، هول السنسرز يلقطوا اللايت، بيبعتوا المسج الى هالسنترال كمبيوتر، والسنترال كمبيوتر بيجي بيبعت اوردرز عن طريق كيبل تاني الى هالبرادي، خلي البرادي تفتح. فينا نعمله مع الويندوز. طيب مثلا عندي الاي سي موصول بكيبل الى السنترال كمبيوتر، وعندي كمان سنسور بنفس الغرفة للتمبرتشر كمان موصول على نفس الكمبيوتر، فهيدا السنسورز بيلاحظ انه التمبرتشر انكريزد، فبيبعت مسج للسنترال كمبيوتر، فبيصير السنترال كمبيوتر بيبعت اوردر بكيبل تاني الى الاي سي ليخليه يعمل ستارت اون لحتى ترجع تنزل التمبرتشر عندنا الى يعني التمبرتشر المطلوبه، وبهالطريقه بكون انا عملت كنترول. نفس الشيء بقدر اتحكم بالغساله مثلا، بالمكنسه الكهرباء، بكثير ديفايس بالبيت عن طريق سنسورز، هي بتعطي اوردر لهيدا الكمبيوتر، كمبيوتر مثلا بيرجع بيبعت الاوردر لديفايس محدده ليخليها تشتغل. مثلا عندكم على بوابه البيت ممكن تركبوا انتو سنسور مع كاميرا، بشكل اي حدا اجا هيدي الكاميرا بتلقط الصورة، اذا انتو عاطيين صورته للكمبيوتر، كمبيوتر بيعمل له ايدنتيفيكيشن، بيبعت اوردر للبوابة، بيخلي البوابة تفتح لحالها. تمام، بيخلي البوابة تفتح لحالها، ماشي الحال. طيب الكل فهم بليز هيدا الاكزامبل؟ الكل فهم الاكزامبل؟ اوكي. بتمنى يلي فهم الاكزامبل يكتب لي على الشات، اذا ما بده يحكي يكتب لي كلير. اللي فهم الاكزامبل مظبوط يكتب كلير. هلا اللي عنده تساؤل بنخليه للاخر، بنسمع منه شو سؤاله ومنجاوبه عليه. اوكي، فاذا راما قالت لي كلير، مريم الربيعي، عبد الملك، ساره، مريم كباره، اكرم، ممتاز. اوكي اكرم كتب لي كلير مرتين، مش مشكله. طيب الباقيين شو الوضع؟ طيب بليز بتمنى اللي عنده سؤال اذا بيحب يقولوا اوديو، او اذا بده يكتب لنا اياه كتابه، ما عندنا مشكله، بس بيهمني انه هيدا الاكزامبل يكون واضح للجميع قبل ما اكمل على النيرفس سيستم. يلا بيهمني هيدا الاكزامبل يكون واضح للجميع. اوكي، مين عنده كويستشن بليز بسرعه عشان نقدر نستغل الوقت. يلا حدا عنده شيء على هيدا الكويستشن مش فهمانه؟ اوكي نو وان، يلا لكن بنكمل عادي. فاذا نفس الاكزامبل اللي انا حكيته عن موضوع البيت، الكمبيوتر، الكيبلز، السنسرز، الديفايسز، تمام، راح احكيه هو ذاته عن البادي. فاذا اللي قلته انا كمبيوتر البيت اذا بدكم هو الهيومن بادي، الكمبيوتر هو النيرفس سيستم، تمام، او بدي سميه هلا سنترال نيرفس سيستم. اوكي ركزوا معي كثير منيح على هالكلمات، سنترال نيرفس سيستم او رح نقول سي ان اس، سنترال نيرفس سيستم او رح نقول سي ان اس. من يوم رايح بدي اقول سي ان اس، ما بعيد انا كلمه سنترال نيرفس سيستم. اوكي رح اقول سي ان اس، الكل رح يكون عرف انه انا قصدي سنترال نيرفس سيستم، يلي هو center of integration and analysis of information. It receives information from the organs اللي هن receptors
أو بالبيت يلي هن السنسرز and give the appropriate order to specific organs رح سميهم فيما بعد أنا ال effectors. فإذا شو الكلمات المهمة اللي ذكرتهم أنا هلا؟ ذكرت إنه هو central nervous system هو اللي عم يقوم بوظيفة ال الكمبيوتر ال PC اللي أنا حطيته بالبيت و الريسبتورز هن الاورجنز اللي عم يقوموا بوظيفة السنسورز عم يتلقوا مسجز ويبعتوها لهالسنترال نيرفس سيستم يلي هو عم يحلل هالمسج وبعدين عم يبعت السبيسيفيك اوردرز الى سبيسيفيك اورجنز بعدين رح نسميهم هول نحن الافكتورز. طيب شو البارت الثاني؟ البريفيرال نيرفس سيستم يلي هن عبارة عن الكيبلز يلي بيوصلوا سنسرز بالبي سي بالكمبيوتر وبيرجعوا في نوعتين من الكيبلز بياخد الاوردرز من الكمبيوتر او البي سي الى الافكتورز يلي هن الديفايسز يلي حكيناهم. واضحه يا جماعه؟ طيب بدي هلا بليز الكل يفكر لي باورجن عندنا اياه بالبادي بيشتغل كسنسر وبيقول لي هو سنسر لشو. يلا بدي الكل هلا يفكر لي بي اورجن عنا اياه بالبادي بيشتغل كسنسور يعني بيودي مسج للنيرفس سيستم ويقول لي هو عباره عن سنسور لشو. طيب راما قالت لي سكن. طيب سكن هو سنسور يا راما؟ سكن هو سنسور. طيب لشو؟ لشو انواع من المسجز؟ تمبرتشر. جيد برافو. فاذا السكن هو عباره عن سنسور للتمبرتشر بيبعت مسج للسنترال نيرفس سيستم بيقول له والله اذا كانت التمبرتشر هاي او التمبرتشر لو والسنترال نيرفس سيستم بيحلل هالمسج وبيعطي اوردر للسبيسيفيك اورجن. جيد برافو. يلا غيره. يلا مين بدي كمان؟ eye sensor for light. برافو يا اكرم. eyes هن sensors for عفوا مين معي؟ استاذ ماني حافظه الكلمات بالانجلش. ما قلت لك احفظيهم، قلت لك بس هلا تعرفي شو معناتهم. طيب ماشي. هلا اذا قريتيهم بتعرفي شو معناتهم ولا لا؟ بلا فهمت. خلص هذا المطلوب لهلا، بتحفظيهم للمره الجايه. ماشي. اوكي؟ يلا يا مريم فكري لنا كمان باكزامبل. صاروا عاطينا هلا اثنين، رما عطتنا سكن للتمبرتشر واكرم عطانا الايز لللايت. جيد. ماوث للتيست. لحظه رما انت حكيتي، خلي دور لغيرك. طيب مريم بيري قالت لي الماوث للتيست. سؤال يا مريم، هل كل الماوث هو اللي بيلقط التيست ولا بارت معين منه؟ يلا مريم بارت، شو هو هالبارت المعين اللي هو مرتبط بالتيست؟ يلا يا مريم، اي بارت بالماوث؟ التونغ. برافو يا اكرم، التونغ. فاذا التونغ هو المسؤول عن التيست، تمام؟ نحن بنحس التيست بالتونغ، مندوق عن طريق التانج. جيد. برافو. ما مشكلة يا مريم. nose for smell. برافو يا مريم كبارة. nose for smell. اوكي. للأودرز للبرفيومز. ممتاز. طيب وفي مين قالت لنا رما رجعت قالت انه الايرز هن سنسورز للساوندز. برافو عليكم. فاذا هول هن الحواس. احنا بنسميهم الحواس. فهن هول وظيفتهم يلقطوا مسجز من الانفايرمنت، كل واحد بالتخصص تبعه، وبيبعت هالاوردرز الى هالبي سي اللي عندنا، هالكمبيوتر يلي هو السنترال نيرفس سيستم. هو بيعمل الانتجريشن الاناليسيس للانفورميشن وبيرجع بيبعت سبيسيفيك اوردرز لسبيسيفيك اورجنز يلي هي بتقدر تقوم بوظيفة محددة.
طيب هيدا اللي سميناه نحن السنترال نيرفس سيستم. فاذا انا هلا بيهمني من هيدي الصفحه سنترال نيرفس سيستم وظيفته وكلمه الريسبتورز، وصلنا كلياتنا هلا نحن بنعرف مين ان الريسبتورز. طيب هلا بحكي عن peripheral nervous system، يعني الجهاز العصبي الخارجي. كلمة peripheral خارجي اللي هن عبارة عن الكيبلز، عبارة عن الكيبلز. بس هلا بدي اعطيهم اسم، مش رح سميهم كيبلز، هلا برجع بعطيهم اسم. طيب اوكي تقلنا للي بعده. طيب الكل مبين عنده هون هيدي الصورة. هلا عم يميز لي هو انه السنترال نيرفس سيستم اللي انا قلت لك عنه هو عبارة عن تو بارتس. هو عبارة عن الانسيفالون يلي هو اذا بدكم مجموعة الدماغ موجودة protected by the skull. محمي بشو؟ محمي بالسكال يلي هي شو؟ الجمجمة. لانه اورجن كتير مهم وكتير حساس وبيتأذى بسرعة، مشان هيك هو بحاجة للحماية. فإذا شو اللي بيحمي عندي أنا؟ هو موجود بالهد، يعني بيحميه هي السكال أو الجمجمة. تماماً. البارت الثاني هو شو؟ هو السباينال كورد. مين سمي لي إياه شوي النخاع الشوكي؟ راما، جيد. يلا هذا هو النخاع الشوكي، هو السباينال كورد، وهو موجود داخل الباك بون. تمام، موجود بقلب الباك بون. اذا نزلتوا معي بالفايل لتحت شوي انا جايب صوره. هقطع الانسيفالون هلا، هرجع لها اكيد، بس راح ارجيكم. ليكوا الصوره هون، ليكوا الصوره هون. هيدا الخيط اللي بالنص، هيدا هو سباينال كورد، ماشي بقلب الباك بون، بقلب سلسلة الظهر. تمام، ماشي بقلبه. واذا حدا منكم حابب يشوفه لايف او نت طبيعية، شو بيعمل؟ بيجيب سمكة كبيرة، ماشي، بيجيب سمكة كبيرة بيشويها وبياكلها. اوكي، بيشويها وبياكلها. بس اذا بده فيش اللي شقفة منها، انا ما عندي مشكلة، بحب السمك يعني. تمام، بيدل عنده هالباك بون اللي بالنص. تمام، اللي طالع منه هيك حسك، مسميهم مثل 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 المشط، هيدي الحسكه اللي بالنص. اذا بيكسر هالباك بون شوي وشوي وبيبعد التو بيسز عن بعض، بيلاقي بقلبهم في مثل خط ابيض، خيط ابيض. هيدا الخيط الابيض، هيدا الخيط الابيض هو اللي احنا بنسميه السباينال كورد او النخاع الشوكي. تمام، هذا اللي انا بسميه النخاع الشوكي او السباينال كورد. ممتاز. للخروف كمان بسموه سناسل، لما بياكلوه بالساندويش بسموه السناسل. فاذا السنترال نيرفس سيستم هو عباره عن الانسيفالون يلي هو protected by the skull، والspinal cord يلي هو protected by the vertebral column، او كلمة تانية بدل vertebral column هو الباكبون. اوكي، هو مين؟ الباكبون. طيب يا جماعة، لحد الان في شي question او في شي مش واضح؟ قبل ما اكمل بديتيلز اكتر، بهمني اعرف حدا عنده شي مش واضح لحد الان؟ اوكي، كلير، نو، ممتاز. طيب ما حدا عنده شيء. طيب رح ننتقل الى تقسيمات الانسيفالون يلي هو موجود بالهد اللي احنا بنسميه الدماغ. هل هو عبارة عن one part ولا بقلبه كمان هيدا عدة parts؟ ممكن كمان نوزع عليهم التاسكس، يعني كل واحدة بتعمل شيء. هذا اللي بدنا نحكيه. اوكي، الانسيفالون. فاذا الانسيفالون it has
three parts. يا سلام. واضحة الصورة عندكم؟ It has three parts. الانسفالون. طلعوا هالكلمات هن صعبين شوي ومزعجين بس يلا بدنا نحفظهم ونفهمهم منيح ونعرف الفرق بيناتهم. نتبه على الفرق بيناتهم. اوكي. البارت الكبيرة منه للانسفالون البارت الكبرى من الدماغ تسمى السيريبروم. لاحظوا معي الكلمة منيح. رح اكتب لكم اياها لانه كلمة انا بدي اياها كتير. رح تمر معي كتير. رح ارجع اذكرها بعدين. كلمة السيريبروم. اوكي هذا الجزء الاكبر من الدماغ. طيب منلاقي جزء صغير تحته. اذا انتبهتوا له التاني اسمه سيريبيلوم. التاني اسمه سيريبيلوم. اوكي هذا الجزء الثاني من الدماغ. هذا جزء صغير من ورا جاي. تمام جزء صغير من ورا. وفي عندي البارت يلي هي بداية السباينال كورد. اذا ما شايفين هذا الخط اللي نازل هذا سباينال كورد. بداية سباينال كورد اسمها الميدولا اوبلونغاتا. ميدولا اوبلونغاتا اسمها كتير غليظ لانه هيدا لاتين. اوكي الاسم الاسم اللاتيني. مريم شايف الماوس؟ شايف الماوس؟ بداية هون هيدا هو الميدولا اوبلونغاتا. اوكي هيدا هو الميدولا اوبلونغاتا بداية السباينال كورد. طيب تمام ممتاز. اوكي ماشي الحال. تمام. طيب هلأ سارة بتسألني عم تفكر بالسؤال بس إسا ما سألته. بدها تقلي طيب اشمعنا في ثلاثة بارس؟ ليش فصلناهن؟ ليه ما دلينا نقول انسفالون؟ لأنه يا سارة لقينا أنه كل بارت منهن عنده وظيفة مختلفة عن الباقيين. أوكي كل واحدة منهن عنده وظيفة مختلفة عن الباقيين. طيب سارة بتقري لنا السيريبروم بليز شو وظيفته؟ قادرة يا سارة تقري لنا وظيفة السيريبروم؟ لحظة سارة بدك تقري شوي بشوي. اوكي لحتى الكل يكون سامعك. تمام؟ okay. ونقدر بعدين نشرح لهم اياها شوي بشوي. اوكي يلا. consists of two hemispheres. two hemispheres خلينا نقول هلا two parts. نعتبر two parts. سارة هيدا الشكل ما بيشبه شيء نحن بناكله؟ صحيح الجوز. الجوز تمام عشان هيك بيقولوا الجوز مفيد للدماغ. صحيح. اوكي كملي. Control the sensibility and motor activity. تمام. Control sensibility الإحساس هيدا وين؟ بالسيريبروم. Motor activity الحركة التحكم بالمسلز هيدا بالسيريبروم. وشو كمان؟ Thinking, تفكير. Intelligence, ذكاء. Memory الذاكرة هيدي كلها ياتا وين؟ بالسيريبروم. شو كمان يا سارة؟ Vision, speaking, and hearing. Vision, speaking, and hearing. ممتاز. يلي هن باختصار هول هن شو؟ Voluntary actions. Voluntary actions. هيدي الكلمة كتير مهمة هون. شو يعني voluntary actions؟ voluntary actions يعني هي تصرفات الإرادية. يلي أنا بفكر فيها قبل ما أعملها. تمام؟ تمام. هيدي التصرفات الإرادية هيدي اللي اسمها voluntary actions. هيدي مركزها وين؟ بالسيريبروم. هيدي مركزها بالسيريبروم. تفضلي يا مريم. يلا يا مريم تفضلي احكي سمعينا صوتك.
مريم ناطرينك. استاذ قصدك انا؟ لانه في كثير مريم. لانت ما انت رفعتي ايدك؟ ايه بلا. يلا تفضلي شو عندك؟ اقرا السيربلوم. عندك شي سؤال قبل؟ لا انا بس كم ارفع ايدي منشان اقرا. تفضلي يلا طالما رفعتي ايدك ورفعتي ايدك يلا. The cerebellum okay. controls the balance. لحظة شو يعني balance؟ توازن. توازن. Control the balance. التوازن. لما بقدر أنا أركب البيسيكلات على دولابين من دون ما أوقع أنا عملت توازن. هيدا مين مسؤول نعم. عنه؟ cerebellum. لما بقدر أوقف على إجر وحدة من دون ما أوقع هيدا مسؤول عنه cerebellum. ممتاز. وشو كمان؟ The coordination of movements. Coordination of movements. لما أنا عم بستعمل أكثر من organ مع بعض لأقدر أعمل شيء. مثلا أنا عم سوق سيارة أنا بحاجة للهاندز لللاجز للأيز للإيرز كل هول organs يشتغلوا مع بعض بشكل coordinated منظم. هيدي مسؤولة عنها مين؟ cerebellum. شو بنسمي هال actions هول يا مريم؟ Involuntary actions. غير إرادية. Involuntary actions. أعمال لا إرادية. البالانس مع الوقت بيصير عندي لا إرادي. Automatically. Automatically. فإذا كتير مهم هلأ عندي كلمة voluntary وكلمة شو؟ Involuntary. Voluntary أعمال إرادية أنا بفكر فيها قبل ما أعملها. بينما الـ involuntary أعمال لا إرادية بعملها بشكل أوتوماتيك. أوكي ممتاز. طيب يلا بدي حدا يقرأ لي الميدولا أوبلونجاتا. شكرا يا مريم. بدي حدا يقرأ لي الميدولا. عبد الملك تفضل. تفضل يا عبد الملك. يلا يا عبد الملك من سامعينك. طيب في حدا تاني طالما عبد الملك شكله في عنده مشكلة او شيء. راما قولنا اياها الميدولا واسألي السؤال اللي عندك هي. السؤال هو شو يعني فيزج لا Vision. Vision. I guess. Yeah. Vision. النظر. Okay. نحن يا راما هلا حالك إياها بسرعة ما عندي وقت كتير لأنه نحن ما منشوف بالآي نحن منشوف بالسيربروم. Okay. الآي هي بس مجرد كاميرا تأخذ الإيمج تبعت لك إياها للسيربروم. Okay. والسيربروم هو اللي بيحلل وبيتعرف شو هي هيدي الإيمج. وضحت؟ طيب يلا يا راما قولي لي الميدولا لشوف. ميدولا اوبلانجاتا اوكي كنترول ذا بريثينج هارت بيت هارت هارت بيت بلود بريشر انفولونتري اكشن. كمان هول انفولونتري البريثينج التنفس انا ونايم مين عم يتحكم بالتنفس؟ انفولونتري. فاذا هي الميدولا الهارت بيت دقات القلب امتى بتسرع بالرياضه امتى بتبطا بالنوم هيدي بيتحكم فيها الميدولا اللي هو بارت من الانسفالون. وعندي البلود بريشر ضغط الدم كمان هول بيتحكم فيهم الميدولا. هول يا راما هن فولنتري ولا انفولنتري؟ انفولنتري لأنه ما فينا نتحكم فيهم. فلاحظتوا معي كلياتكم وانتبهتوا كيف كل بارت من الانسفالون عنده specific function عنده وظيفة مختلفة عن الباقيين. مشان صح. هيك نحن قسمنا الانسفالون إلى هدول ثلاثة parts. أوكي خليني بس انتقل بسرعة إلى الـ spinal cord
تمام. اخر شيء حتكون بالنسبه لي انا السباينال كورد، او حتى فيني مره اللي بعدها اذا كان عندي شويه وقت. السباينال كورد هي السنتر اوف ريفلكس. شو يعني السنتر اوف ريفلكس؟ اذا جينا عم نمسك شيء ساخن ان احنا ما عارفينه ساخن، بمجرد ما لمسناه من بعد ايدنا بسرعه، تمام. هيدا مين مسؤول عن هيدي الريفلكس؟ ردة الفعل هي هو السباينال كورد. اوكي، لما بنعمل شيء ردة فعل سريعة جدا بناء على شيء عم يصير، هي ردة الفعل. صحيح، برافو يا مريم باوي. هيدا هو الريفلكس، كمان هو انفولنتري، مسؤول عنه السباينال كورد. وعنده وظيفة تانية، هو كونكت انسفالون للبادي اورجنز. يعني مثلا انا دعست على ازازة، صارت اجري توجعني، هالبين سنسيشن يلي بسكن بيوصل للانسفالون. كيف بده يوصل؟ عن طريق كيبل، بده يمرق بالسباينال كورد ويطلع بعدين لعند الانسفالون. مثل اول صورة اذا بدكن ارجيتكن اياها، راح ارجع لها شوي. اوكي، فينا نعتمد على هي. لاحظوا بهي الصورة، شايفين هول الخطوط موصولين على كل parts of the body، بياخدوا بتفوت المسج على spinal cord وبتطلع بعدين لعند الانسفالون وبالعكس. اوكي، واخر part صغيرة رح احكيها، تمام. بس رح اقول انه هول الكيبلز يلي سميناهم نحن الكيبلز، يلي هن اسمهم الـ peripheral nervous system او الجهاز العصبي الخارجي، هن made up of the nerves، مصنوعة من النيرفز، و connect the CNS to the rest of the body، يعني بتوصل الـ CNS لكل باقي أعضاء الجسم، سواء للـ sensors يلي سميناهم الـ receptors، أو للـ organ يلي بدهم يعملوا هن الـ effect يلي رح سميهم فيما بعد كـ effectors مثل الـ muscles وغيرهم. فإذا أنا بدي أبعث الصورة من الـ eye إلى الـ encephalon، أنا بحاجة هلأ لنيرف. أنا بحاجة إلى نيرف، ما بقول كيبل، صرت بقول نيرف. فانتبهوا لي كتير على هيدي الكلمة يا جماعة، كلمة النيرف أنا لقالي كتير مهمة. أوكي، النيرف هو الكيبل يلي بيبعت. ماشي الحال، اتفقنا؟ اوكي، بليز بس بسرعة، بدي حدا يعمل جروب لهيدا الكلاس، يدخلني أنا ويدخل الكل فيها لحتى نرجع نحكي كمان شو بدنا نعمل بعدين ونحكي شوي كرمال الكتاب. يلا، سلام عليكم.